ظل وجود الإدارة الحالية للأسف إدارة سيئة للغاية، وبطلب منهم سيادة مجلس رئيس الوزراء بعمل لجنة تشمل كل من لجنة الأجور والتأمينات وتدريب كسب العمل، تفتيش على الشركة في الحاجات دي كلها، ولجنة من مقرر العمل وزارة في مصر. أرجو مش عايزين أي مسؤولية تابع الوزارات دي في السويس، عايزين كلها تيجي لجنات مختصة من القاهرة تيجي تكشف وتعمل وتدور وتفتش في الشركة. الشركة دي مخترقة جميع القوانين وما بتلتزمش ولا تحترم أي قوانين دولة. وأرجو مسألة المحاسبين اللي أدت للشركة بهذا الأسلوب وهذا المستوى من هنا. شكرا.